ذلك والقادر عليه. أطلع الله نبيه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة؟ نعم نعم. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل العلامات، والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى، وسأتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى. لكنني في هذه الليلة المباركة وفي هذه الحلقة التي أسأل الله أن يجعلها خالصة مسددة موفقة، سأتعرض لبعض النماذج لأبين لحضراتكم أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى، وما نعيشه الآن وما نراه بأعيننا وما نسمعه بآذاننا أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا من 14 قرن. وصدق ربي إذ يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وصدق ربي إذ يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فكل أمر متعلق بالدين إنما هو وحي من رب العالمين، لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، بل بوحي من الله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين: لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا وذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد ذكرت في الحلقة الماضية رواية أخرى في صحيح مسلم لأبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر. أنت متصور معايا المشهد ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إماما بأصحابه الفجر، ويرتقي المنبر النبوي، ويظل النبي قائما على المنبر من صلاة الفجر إلى وقت صلاة الظهر يتحدث ويبين للصحابة ما كان وما هو كائن، ما هو كائن وما سيقع بين يدي الساعة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يقول عمرو بن أخطب: خطبنا صلى الله عليه وسلم حتى حضرت صلاة الظهر، صلى الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة الظهر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت صلاة العصر فنزل فصلى، ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فأخبرنا بما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. يعني أعلم الصحابة بهذه الأحداث هو أحفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا الباب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من العلامات، بل كل العلامات الصغرى والكبرى، وذكر كل الأحداث التي تقع الآن، والتي سأضرب لحضراتكم الليلة بعض الأمثلة لها، وسأقدم لحضراتكم الليلة بعض النماذج لها، لنعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولتعلم
تملأ قلبك بعد ذلك ثقة في الله وثقة في رسول الله ويقينا في الله ويقينا في أن رسول الله لا يتكلم إلا بوحي من الله، ولتعلم يقينا أن الذي أخبر بمراحل الضعف والهوان التي تحياها الأمة الآن هو بأبي وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أخبر بالمبشرات وبصور النصر والتمكين لأمة سيد النبيين، حتى لا تيأس ولا تقنط، حتى تعلم علم اليقين أن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر، وفجر الإسلام الصادق قادم إن شاء الله تعالى بموعود الله وبموعود من بلغ عن الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اعدد ستا بين يدي الساعة. توقفنا في الحلقة الماضية عند هذه الرواية، اعدد ستا بين يدي الساعة. طب عد معايا كده، عد معايا. الحديث رواه البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، اعدد ستا بين يدي الساعة. يلا، قال عليه الصلاة والسلام، خلينا اقول الحديث وبعدين ارجع تاني اقف معه كلماته. قال: موتي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت في العرب إلا دخلت، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر اللي هم الروم، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، فيغدرون، أي يغدر الروم، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية مع كل غاية 12,000. ده كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الحديث في صحيح الإمام البخاري. لا لا لا، استنى واحدة واحدة، ما تستعجلش إن شاء الله عز وجل. احنا يعني أسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، الموضوع طويل، الموضوع طويل، وأنا أترك الأمر لرزق الملك الجليل سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعل رزقي وأرزاقكم موفورا.